نقوم بشرح هذه الساعة الرياضية. لكي نقوم بتشغيل الساعة أولا نقوم بشحنها. لشحنها نزيلها من هذا البراسلي بهذه الطريقة. لاحظ معي جيدا. بعد إزالة الساعة نضعها في الشاحن بهذه الطريقة. ثم نضع الشاحن في المولد الكهربائي ثم تشحن الساعة. بعد شحن الساعة لتشغيلها نضغط هنا. لاحظوا معي جيدا هنا على هذه الدائرة. ثم نرجعها هنا بنفس الطريقة التي قمنا بإزالتها. هناك جزء طويل وجزء قصير. نبدأ بالجزء الطويل بهذه الطريقة. ندفعه هكذا. ثم نقوم بإدخال الجزء الصغير بهذه الطريقة. إذن بعد تشغيل الساعة نضعها في اليد بهذه الطريقة. لربطها بالهاتف أول شيء نقوم بتفعيل بلوتوث. بالنسبة للبلوتوث على الساعة بعد تشغيلها يفعل مباشرة. يكفينا فقط تفعيل البلوتوث على الهاتف بهذه الطريقة. ثم نضغط على أناليزي لكي يبحث عن الساعة. إذا بعد البحث يجدها بهذا الاسم HM01. نضغط على الاسم أبارانياج أونكور يعني يتم الآن ربط الهاتف بالساعة. إذا بعد أن تقوم بربط الساعة بالهاتف عن طريق البلوتوث تحمل هذا التطبيق. إذا تطبيق خاص بالساعة. إذا لاحظوا معي جيدا اسم التطبيق هو ملتيبل إيماج سيلكت. ثم نفتح التطبيق. إذا بعد فتح التطبيق هناك عدة أمور يمكن تعديلها في الساعة. أول شيء بالنسبة للتاريخ وتوقيت يتم مباشرة تحيينه مع الهاتف. ثم بعد ذلك يمكنك الضغط على بليس وتحكم في الساعة. لاحظ معي الساعة كونكتي. إذا هناك عدة أمور يمكن تغييرها. اكتشفها لوحدك مثلا كأخذ صورة. يمكنك أخذ صورة سيلفي مثلا هذه اللحظة. سوف نضع الهاتف هنا ونضغط هنا على الساعة. لاحظوا معي جيدا تم أخذ صورة على الهاتف. إذا عندما نضغط يتم أخذ صورة تلقى من الهاتف. يعني يمكن أخذ صورة سيلفي. يمكن بحث عن جهاز. يمكن إذا هناك أمور أخرى يمكن اكتشافها على التطبيق. يعني أمور سهلة جدا. المهم عندنا هو طريقة تشغيل الساعة وليس تشغيل التطبيق. إذا لاحظوا معي جيدا عندما أضغط في المرة الأولى بهذه الطريقة تظهر الساعة. إذا الآن الساعة 8:21 دقيقة. التاريخ 3/2 درجة 11 درجة. عندما أضغط مرة الأولى تظهر الساعة. مرة الثانية تظهر عدد الخطوات التي مشيتها. الآن لم أمشي أي خطوة. يعني الآن شغلت الساعة. سوف أقوم ببعض الخطوات في البيت وأعود إليكم. إذا الآن بعد أن قمت ببعض الخطوات لقد تم إحصاء الخطوات. يعني 15 خطوة قمت ب 15 خطوة. ثم بالنسبة للمسافة التي قطعتها لم تحسب بعد. بالنسبة لكم استهلكت من الطاقة 0.6 كيلو كالوري. بالنسبة للصحة هناك مثلا يمكن قياس الضغط وقياس دقات القلب. لاحظ معي جيدا نضغط لمدة ثانية أو أكثر ثم نزيل اليد. إذا الآن يتم قياس دقات القلب. لاحظوا معي جيدا هناك سينيال. نقرب ساعة من اليد فيتم قياس دقات القلب بسرعة. لاحظوا معي جيدا 79 دقة في دقيقة. ثم هناك أمور أخرى يمكن قياسها. لاحظوا معي جيدا إذن 106 mmHg على 70. ثم نضغط مرة أخرى والأكسجين يعني استهلاك الأكسجين إلى غير ذلك. إذن يمكنك قياس عدة أمور خاصة بالصحة. ثم هناك يعني الكرونومتر كذلك. وهناك الرياضة يمكنك ممارسة حصة رياضية. نضغط لمدة ثانية ونختار هل مشي أم جري أم دراجة أم باسكتبول أو سويمين أو تيبل تينيس أو بادمينتون أو كرة القدم. يعني عندما تمارس أي رياضة يمكنك أن تختار نوع الرياضة التي ستمارسها لكي يعطيك إحصائيات. الإحصائيات تظهر على التطبيق الموجود في الهاتف. إذن هناك سبور ثم نيوز. عندما يصلك رسالة أو مكالمة إلى الهاتف تظهر هنا. ثم مور عندما نضغط المدة الثانية. هناك سيرش فون للبحث عن الهاتف. لاحظ معي جيدا سوف أبحث عن الهاتف. أضغط لمدة ثانية. لاحظ إذن يرن الهاتف. ثم تذهب إلى الهاتف وتجده في مكانه. أبوت لكي تأخذ معلومات عن هذه الساعة. ثم QR كود لكي تقوم بسكانر هذا الكود لتحميل التطبيق. ريزيت لكي تعيد خصائص الساعة إلى الأصلية. ثم أوف
لكي تقوم بإطفاء الساعة. إذن أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الساعة. وكذلك أريد أن أجيبكم في هذا الفيديو عن سؤال يطرح بكثرة: أستاذ لماذا تقوم بمراجعة هذه المنتوجات على قناتك؟ يا أخي أو أختي، من أجبرك على مشاهدة هذا الفيديو أولا؟ إذا كنت تريد متابعة الدروس، هناك 2000 فيديو خاص بالدروس على القناة، وهي مرتبة على الموقع. سوف أضع لكم رابط طريقة استعمال الموقع في الوصف. هي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنا شخصيا كنت أعاني من هذا الأمر، ولا أريد أن تعانون أنتم أيضا. لماذا؟ لأنني كنت عندما أرى منتوج على الأنترنت كنت أريد شراء هذا المنتوج، لكنني لا أعرف أي معلومة عنه. وبعض الأحيان كنت أشتري بعض المنتوجات وألقيها في سلة المهملة لأنني لم أجد فيها ما أريد. ولهذا فأنا أعطيكم جديد التكنولوجيا، يعني لكي تكونوا على علم بالجديد وبالمنتوجات الإلكترونية الجديدة. ثانيا، إذا كنت تريد أي وظيفة يقوم بها أي منتج فسوف تشتري المنتج. مثلا بالنسبة للتابلت جرافيك التي قمت بمراجعتها، هناك عدد هائل من الناس قاموا بشرائها. لماذا؟ لأنها مهمة جدا وتسهل على الأساتذة الأعمال، كذلك تسهل على أصحاب الرسم العمل، كذلك تلك اللوحة الإلكترونية للأطفال كذلك، يعني قمت بمراجعتها وهي فيها فائدة كبيرة جدا وعملية جدا للأطفال بين 3 سنوات إلى 7 سنوات، وتلاميذ الكبار كذلك للبحث، يعني عوض استعمال دفتر البحث وتمسيخ الأوراق نستعمل تلك اللوحة الإلكترونية كذلك. وهذه الساعة أيضا هناك تلاميذ يمارسون الرياضة، سوف تفيدهم كثيرا. هي ساعة يعني مفيدة، لها أهمية معينة، ثمنها رخيص يعني مقارنة مع وظائفها. سوف أضع لكم الرابط في الوصف، يعني بتخفيض مهم جدا. وكذلك أمور أخرى قمت بمراجعتها فيها فائدة لكم، ولن تخسر أي شيء. 5 دقائق من وقتك، عوض أن تشاهد فيلم أو مسلسل أو لقطة مضحكة أو غير ذلك، فإنك تستفيد وتتعلم جديد التكنولوجيا. إذن هذه الفيديوهات أنا أعتبرها فيديوهات مهمة جدا لكم كفيديوهات تعليمية بالدرجة الأولى. لا يهمك ماذا أريد أنا، إذا كنت أريد أنا أن أقوم بالتجارة الإلكترونية أو أقوم بالربح من الأفيليات، أو لا يهمك ذلك، يهمك ماذا تستفيد أنت. لا شأن لك فيما أقوم به أنا أو ما أستفيد منه أنا. إذا كنت تستفيد معي في هذه القناة فمرحبا بك، فهي قناة تعليمية. وإذا لم تكن تستفيد فنعتذر، ويمكنك بكل بساطة يعني عدم مشاهدة فيديوهاتنا. إذن تحياتي، ونتمنى أن نلتقي معكم في يعني أحسن حال. تحياتي وإلى اللقاء.